حيث ينضم إليه من هناك الزميل أحمد فيلي. بعد ظهور واستمرار الإصابات بوباء كورونا التي سجلت في بغداد 4663 حالة ومدى استيعاب مستشفيات بغداد لهذا العدد الكبير من المرضى ومعالجتهم للمزيد، نعم تفضل أحمد. تفضل. نعم شكرا لك زميلي الدكتور ومساء الخير. يعني بالتالي ربما اليوم الوضع في العاصمة بغداد أمغن وحتى في جميع المحافظات العراقية بسمت لك أن نتيجة النظر إلى عدد الأرقام التي تسجل يوميا وهي توثق عدد الإصابات في وباء كورونا، يعني نتيجة انتقال العدوى من شخص إلى آخر في هذا الموضوع. ولذلك يعني الموقف الوبائي اليومي للإصابات في العراق يعني سجل إصابة 672 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا جاءت بعد أن تم فحص 11960 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق. هذا الرقم 672 حالة فيها في بغداد 233 أو في بغداد الرصافة يعني 233 حالة وفي الكرخ 60 حالة وفي مدينة الطب 70 حالة، لذلك ليكون حصت بغداد من الرقم الإجمالي لعدد إصابات اليوم أو للساعات 24 الماضية هو 363 حالة إصابة جديدة وهو ليس رقم الهين. أيضا كانت هنالك أيضا حالة وفيات في عدتها الساعات الماضية 15 حالة وفاة جديدة منها 10 في العاصمة بغداد. الرقم الإجمالي لعدد الإصابات وصل إلى 8840 حالة إصابة جديدة في جميع المحافظات العراقية، بينما ارتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات التراكمي في العاصمة بغداد إلى 4848 حالة إصابة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لعدد الوفيات إلى 271 حالة وفاة وفي بغداد وحدها 171 حالة وفاة. دكتور ما يجب أن يشار إليه يعني حتى المستشفيات العاصمة بغداد يعني أغلبها التي كانت مخصصة حتى لفتح رجهات للحجر الصحي وكذلك استقبال موظفي كورونا أو المصابين عفوا بوباء كورونا يعني اليوم أصبحت خارج الخدمة نتيجة الأعداد الهائلة التي تستقبل يوميا، خصوصا نتحدث عن الأسبوعين الأخيرين أحمد. لذلك يعني عفوا أحمد، يعني هل وصلت بغداد إلى مرحلة فرض الحجر المنزلي على بعض المرضى بعد أن يعني لم تعد مستشفيات بغداد تستوعب الأعداد الكبيرة من المصابين؟ نكون دقيقين جدا، يعني لدي صديق تم حجره منزليا هو في بيته وأهله في بيتهم بعد أن أصيبوا بوباء كورونا، وهذا شاهد يعني أنا تواصلت معه شخصيا، يعني هذا الموضوع يؤكد أن هنالك عملية حجر منزلي تطبق. شروط هذا الحجر أن يوقع المريض على تعهد بالغرامة، تكون عليه غرامة 3 ملايين أو 5 ملايين دينار و3 سنوات سجن إذا خرج من البيت واختلط مع أحد. يعني هذه الشروط يعني من يتابع الحالة إذا حجر منزليا أحمد، من يتابع الحالة؟ كيف تتم يعني التواصل معه طبيا إذا كان في المنزل، يعني باعتبار أنت لديك يعني حالة قريبة من الأصدقاء أو المعارف؟ في بداية الأمر يعني عندما يجون أي مصحة وتثبت الإصابة بوباء كورونا يحضرون في المنزل ويكون هنالك تواصل عبر الهواتف، إذا كانت هنالك تقدم أو تراجع أو عفوا تراجع للحالة الصحية للمريض مع الكوادر الطبية، حتى إذا تفاقمت الحالة سوف يكون هنالك أيضا يعني يأتون إلى المنزل وتتخذ
إجراءات أخرى ربما حتى تنقله إلى المستشفى أو رجهات طيب. معينة من العلاج. نعم. سؤال أخير أحمد، هل هناك من حراك سياسي قبيل أو عشية انعقاد جلسة التصويت على بقية الوزارات الشاغرة في كابينة الكاظمي باعتبار يعني يوم غد سيشهد هذه الجلسة؟ نعم، يعني يوم أمس ظهرت بعض الأسماء الجديدة التي هي ستشغل الوزارات الشاغرة السبعة المتبقية في حكومات السيد الكاظمي، لكن حتى هذه اللحظة يعني هنالك بحسب المعلومات أن هنالك صراع سياسي على هذه الأسماء، من ضمنها حقائب لم تحسن بعدها بالأهم حقيبة النفط، رغم وجود أو طرح أكثر من اسم أو لهذا الحقيبة من قبل أهالي البصرة أو الكتل السياسية أو الممثلين عن البصرة في مجلس النواب، هنالك أكثر من شخصية، لكن الكل يعلم أن هكذا أمور تحكم باللحظات الأخيرة والاتفاقات اللحظة الأخيرة، باعتبار أن يوم غد سوف تكون هنالك جلسة ومن المؤمل أن تطرح فيها الأسماء المتبقية لكابينة السيد الكاظمي من أجل تمريرها واكتمال الكابينة بالتمام والكمال. لذلك سوف تكون هنالك أعتقد جولة أخرى من المباحثات والمناقشات ما بين الكتل السياسية حتى قبيل عقد الجلسة وحتى في أثناء عقد الجلسة وقبل عقد الجلسة بساعات من أجل التوصل إلى حلول منطقية ترضي جميع الأطراف، ومن شأنها أن تمرر ما تبقى من وزارة في كابينة السيد الكاظمي. شكرا جزيلا زميل أحمد فيلي مراسل زاغروس في بغداد، شكرا جزيلا لك أحمد. ذكرت وكالة أنترفا